هذا البرنامج برعاية مركز التسلية كيدي بارك. كيدي بارك في خدمة أولادكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حلقات برنامج اربح معنا، مسابقة ثقافية تكون مع الأطفال في كيدي بارك وعلى قناة أنيس تي في. أسئلة جدد، أطفال جدد، ومتعة جديدة، ومعلومات جدد. مرحبا بكم معنا. وش راك؟ صافا. لاباس؟ خير. ما من جيت لهنا؟ باش نلعب. جيت تلعب مع من جي؟ جيت مع لافامي. صح، واسمك؟ يونس. يونس، الله يبارك. نبي يونس تعرفه؟ ها؟ تعرف نبي يونس ولا لا؟ لا نعرفه. يا نبي يونس وين كان؟ كان في بطن الحوت. تعرف الدعاء اللي قاله نبي يونس ولا لا؟ لا لا, لا. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صح، تعرف شوية ثقافة عامة؟ ايه. صح، وكنسقسك أسئلة تعرف تجاوب؟ ايه. نعطيك قسيمة تاع لاعب ساعة ونص وتزيد تربح معنا لي دونات، تشارك؟ اوكي. تربح زعما شوية؟ مامو نربح. هيا شوف لا كاميرا وقول لهم أنا نربح. أنا نربح. هيا صح، خلت الأسئلة. السؤال تاعك يقول: ما هي المدينة الأوروبية التي يطلق عليها مدينة الضباب؟ ها؟ ما هي المدينة الأوروبية التي يطلق عليها مدينة الضباب؟ بابا تعرف شويه جغرافيا، تبع شويه الفول، تبع شويه بالون، نورمالمون تعرفها. نعرف ايش كاع جا واعر دنيا. السؤال سهلوا له شويه، نعطوك شويه اقتراحات. اوكي. ما فهمتوش كيف بالعربيه ولا كيف بالدرجه؟ بالدرجه. تعرف وش من المدينه الاوروبيه اللي يقولوا لها مدينه الضباب؟ فيها ضباب بزاف. نورمالمون تعرف محرز. ايه. محرز وين يلعب؟ في مانشستر سيتي. صح، في انجلترا. ومدينة الضباب وش اسمها؟ انجلترا. ما عرفتهاش. صح، اعطي لي مدينة أوروبية تحس بلي هي مدينة الضباب. انجلترا. انجلترا ماشي مدينة، انجلترا بلد. ايه. ما تعرفهاش. معليش، حظ موفق في المرة القادمة. قول كلمة للمشاهدين قناة الأنيس. شكرا جزيلا، انتظرونا في قناة الأنيس. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. مساء النور. مساء الخير. وش راك؟ لاباس. راك فرحان شوية؟ شوية. عجبك الحال في كيدي بارك؟ ايه عجبني الحال. تكون غير هنا ولا وين؟ في بليده. ايه في بليده، الله يبارك، مدينة الورود. ايه الله يسلمك. راك تروح للتشاكر من ده؟ ايه نروح. كيلعبوا لك في ناسيونال، تهبط للتشاكر؟ ما نروحش. علاه ما تروحش؟ ما كاش تيكيات كاش دراهم. صح، وتعرف شويه ثقافة عامة؟ شوية. شوية شوية، شحال في عمرك؟ 13. 12؟ 13. الله يبارك، بصح ما قلتليش كاع واسمك؟ نوفل. واسمك؟ نوفل. نوفل، الله يبارك نوفل، ما شاء الله عليك. صح، وكنسقسيك هكذا شوية أسئلة مسابقة، تشارك معانا؟ شارك. زعما تربح؟ ان شاء الله. صح، هم الاسئله عن الدنيا، اختار سؤال ونشوفه اذا صح تعرف ولا ماما مو تعرف. اعطيني نقرا لك سؤال. صح، من هي المراه التي ذكر اسمها في القران؟ كاينه امراه واحده برك ذكر اسمها في القران، شكون هي؟ جاك صحيح؟ هو سهل، انت ماكش حاب تخمم. من على بالي، من على بالي بلي حاب نعطيك الاقتراحات. ايه. جاك صعيب هذا السؤال؟ لا يا كاين بزاف اسئله. كاين بزاف اسئله، بصح انا تصح لك هذا السؤال. مريم انت ما كنتش حبيت هذا السؤال؟ صح ما كنتش حاب هذا السؤال. نعطيك الاقتراحات زعما تجاوب. ايه نجاوب. فاطمه ولا امينه ولا مريم؟ مريم. مريم اخر اجابه؟ والاجابه تاعك اجابه صحيحه، هي مريم العذراء. يعطيك الصحه.
فرحان كي ربح؟ ايني فرحان. بزاف ولا شوية؟ بزاف. واش تقول مشاهدين قناة الأنس اللي هم يشوفوا فيك؟ واش نقول لهم؟ شكرا جزيلا تابعونا في قناة الأنس. يا صاحبي. مساء الخير. مساء الخير. واسمك؟ خليل. خليل، شحال في عمرك خليل؟ 6. 6 سنوات. ومع من جيت للكيدي بارك؟ مع جوج خواتاتي إشراق وبسمة. مع إشراق وبسمة وماما؟ إيه. وعجبك الحال هنا في كيدي بارك؟ إيه. لعبت بزافة ولا شوية بارك؟ إيه بزافة. صح. وكان نسقسيك سؤال تعرف تجاوب؟ إيه. هادوك انت حتشارك معنا في مسابقة، إذا ربحت نعطي لك بواطة تاع لي دونات ونزيد نخليك تلعب ساعة ونص باطل مليحة. إيه. يا بسم الله، هام الأسئلة عن الدنيا. عرفت سؤال؟ ولي نقراه. تعرف شوية الطبيعة ولا لا؟ لا نعرف. نعرف مليح مليح ولا شوية شوية؟ مليح مليح. شحال عدد السماوات؟ 7. 7 سماوات؟ إجابة تاعك إجابة صحيحة، كاين 7 سماوات. هاك ربحت، هاك فرحان كي ربحت معانا. دوك نعطوك القسيمة تاعك، شوف لا كاميرا واش تقول للمشاهدين وقناة الأنس. قول لهم ربحت. ربحت، واش ربحت؟ ناكل دونات ونزيد نلعب. وتزيد تلعب باطل، نعطولو القسيمة تاعو دنيا. إيه. واش نقولو لخالي؟ مبروك عليك. صح، اعطي له القسيمة تاعو، وريها للكاميرا وللمشاهدين، قول لهم هاي القسيمة تاعي. هاي القسيمة تاعي. واش تقول لهم؟ ربحت. باي باي. باي باي. هاك ناشط اليوم؟ ايه. هاك ناشط شوية ولا بزاف؟ ايه بزاف. بزاف بزاف. بصح هاك مبرونزي كنت في البحر. ايه. وهاك حبك حب تشارك في مسابقة وتربح وكذا. لعبت بزاف في كيدي بارك. ايه. صح، وكان نعطيك أسئلة تعرف تجاوب عليهم. شير. هاك مستعد؟ ايه. هاك مستعد بزاف ولا شوية؟ ماكش خايف؟ يا خلاص دوكا حتشارك في مسابقة واسمها اربح معانا. دنيا تعطيك الأسئلة. نتايا ارفد واحد أعطيه اللي نقراه، إذا جاوبت صح دنيا تعطي لك الهدية ياك. من هو النبي الذي كان أخوه نبيا؟ وشنو سؤال تاعك؟ كيف أدرى؟ شكون؟ بالدرجة؟ الله يطرحك بالدرجة، شكون النبي اللي كان خوه ثاني نبي؟ وأخوه في زوج أنبياء. ونبي معروف والقصة تاعو معروفة بزاف. جاك صعيب شوية السؤال؟ إيه. صعيب بزاف ولا شوية؟ بزاف. بزاف بزاف. نعطيك الاقتراحات زعما تجيبه؟ إيه. شير شير تعرف جاوب صح. الاقتراحات هو إسحاق عليه السلام ولا هارون عليه السلام ولا إدريس عليه السلام؟ إدريس عليه السلام. إدريس. إيه. إجابة نهائية. إيه. ما تبدلش. إيه. والإجابة تاعك للأسف إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي هارون عليه السلام، وكان خوه شكون؟ إيه. موسى عليه السلام. ربحت معنا معلومة جديدة. تما ما خسرتش خلاص. واش تقول لقناة الأنس والمشاهدين تاعها؟ تكون روح البارك اليوم وكل يوم. تجو كل يوم للبارك؟ يلعبوا شوية ولا بزاف؟ روح تلعبوا بزاف. يقول لهم إلى اللقاء. عبد العزيز. ايه عبد العزيز الله يبارك. شحال في عمرك؟ 11 سنة. وش من سنة تقرأ؟ ثانية متوسط. تقرأ سنة ثانية متوسط؟ ايه. وصافة شوية ولا خاربة؟ لا ما دام تدخلها. هاد العام تدخل دوزياماني؟ ايه. ترايك جايبها ولا خاربة شوية؟ لا جايبها. جايبها بيان.
من جيت كيدي بارك؟ ماما مو بابا. ايه عجبك الحال هنا؟ ايه. لعبت بزاف ولا شوية؟ ايه بزاف. حبيت تلعب؟ ايه. صح، هذوك عندنا مسابقة واسمها اربح معنا مع قناة الانس وكيدي بارك، ياك؟ ايه. عندنا مجموعة من الاسئلة تخلطهم، تعطيني نقرا لك السؤال، إذا جبت إجابة صحيحة نعطيك تذكرة تاع ساعة ولعب باطل، ونزيدوا لك وجبة خفيفة اللي هي اللي دونات وقرعة عجل، تشارك معنا؟ ايه. مستعد؟ ايه. عطيني دنيا تسكيلة، عطيني نقراه لك، اوبا انا نقرا لك، ما تكسرش كاع راسك، انا ندبر راسك. صح، تعرف شوية شوية تاريخ، شوية علوم إسلامية، شوية. شوية شوية شوية. صح، السؤال تاعك يقول من هو الشخص الذي قتل ربع سكان العالم؟ شكون الشخص اللي قتل ربع سكان العالم؟ تك واعر شوية لا كيستيون. أمير عبد القادر؟ لا لا، ماشي أمير عبد القادر. قبل جاتك واعر لا كيستيون. اه. أمير عبد القادر مجاهد في الثورة الجزائرية. اه. كان يقاتل في سبيل الحق، صح ولا لا؟ صح. صح، هو ما قتلش. صح، وجهك واعر لا كيستيون. شوية. شوية واعر. كان نعطيك شوية اقتراحات تجيبها، صح؟ اه. صح، اقتراحات تاعك هو هتلر، قابيل ولا هابيل؟ أنت شكون اللي حسيت بلي الإجابة صحيحة؟ شنو هما؟ هتلر ولا قابيل ولا هابيل؟ هتلر. شور. إجابة نهائية. ماكش حتبدل كاع. شوف لا كاميرا قول لهم إجابة تاعك. هتلر. الشخص الذي قتل نصف ربع سكان العالم عفوا هو قابيل، للأسف الإجابة تاعك خاطئة. حظ موفق في المرة القادمة، واش نقول له دنيا؟ حظ موفق في المرة القادمة. هقول كلمة لقناة الأنيس. تستنونا على قناة الأنيس. شكرا جزيلا لكل المشاهدين. وشكرا جزيلا لكل المشاهدين. صفقوا له إجابة خاطئة بصح كاع صفقوا. مساء الخير. مساء الخير. وش راك؟ مليح. صح ما قلتليش كاع واسمك؟ أنس. أنس الله يبارك، شحال في عمرك أنس؟ 8 سنين. وش مسالة تقرا؟ ثالثاني رايح للرابعة. الرابعة وجبت شوية مليح ولا شوية شوية؟ جبت مليح. يا خلاص ما تعرف تقرا شوية. تعرف شوية معلومات، شوية ثقافة عامة. نعرف. كان نعطيك سؤال جاوب عليه. إيه. مستعد؟ إيه. أكشور. شوية. شوف لا كاميرا وقول لهم أنا مستعد. أني مستعد. هيا نبدأ على بركة الله. هيا نشوف السؤال تاعك واش يقول في مسابقة اربح معنا، تفضل. صح، السؤال تاعك يقول في أي سماء فرضت الصلاة على المسلمين؟ السؤال تاعك يقول في أي سماء فرضت الصلاة على المسلمين؟ جات واعر شوية. إيه. أنا أعطيك اقتراح، تعرف تجاوب؟ إيه. شير. إيه. صح، السؤال تاعك يقول في أي سماء فرضت الصلاة على المسلمين؟ والاقتراحات يقولوا في السماء السادسة ولا السابعة ولا الثانية؟ السادسة. السادسة؟ جاوب، السادسة ولا السابعة ولا الثانية؟ ثامنة. كيش سماء ثامنة؟ كاين سبع سماوات. سابعة. سابعة إجابة نهائية؟ إيه. ما تخافش نورمال، جاوب وضحك وقصر ولا؟ إيه. السماء السابعة؟ إيه. والإجابة تاعك إجابة صحيحة، فرضت الصلاة على المسلمين في السماء السابعة. فرحان كربع؟ إيه. شوش تقول للمشاهدين كربع؟ بلي راني فرحان. إيه. وبلي لازم نتعلموا بزاف على الدين ونقراو مليح. عليك القسيمه تاعك، واش نقولوا له دنيا؟ مبروك عليك. مبروك عليك. هذا البرنامج برعاية مركز تسلية كيدي بارك. كيدي بارك في خدمة أولادكم.